رح ارسمه انا كفيدباك لوب. انا عاده الا يكون في فيدباك، يعني صعب جدا يكون عندي سيستم. حالات خاصه جدا مش رح يكون في فيدباك، غالبا رح يكون في فيدباك. ورح اخذ الحاله العامه انه في عندي مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت كحاله عامه. اذا اول شيء خلينا نبدا بالبلانت. هلا البلانت هون اللي هي السيستم اللي بدنا نتحكم فيه اندر كنترول. هلا هاي البلانت ممكن تكون، خلينا احط هون بلانت اللي هي السيستم اللي بدنا نتحكم فيه. هلا ممكن يكون ايش؟ ممكن يكون يعني بشكل عام شو ممكن يكون؟ ثيرمال، او خلينا نبدا بالميكانيكال. ممكن يكون ميكانيكال روتيشنال، مظبوط. ممكن يكون ميكانيكال ترانزليشنال. شفتوا الاكتويتر اللي فرجيتكم الشيء تبعته قبل شوي هون كان خطي، بتحكم بشكل خطي مش شرط انه يتحكم بشكل دوراني. فلويديك ممكن يكون نيوكلير، ممكن يكون نيوكلير. اذا عندي هذا، هاي البلانت اللي انا بدي اتحكم فيها. احد الاسئله رح نطلع عليها نسالها بعدين، هل هذا السيستم داينامكس مهمه فيه؟ بيعتمد على السيستم. في سيستم رح تكون السيستم داينامكس. شو يعني السيستم داينامكس؟ يعني هذا السيستم لما انا بتحكم فيه وبحاول اتحكم فيه، هل بيستجيب بسرعه ولا بيستجيب ببطء؟ هل في تايم كونستنت؟ اللي هي يعني بنلخصها احنا السيستم داينامكس بايش كنا نلخصها؟ لما انا بدي اعبر اعطيك فكره عن السيستم داينامكس تبع السيستم، استجابته سريعه ولا بطيئه او شو بيعمل، بايش كنا نحاول نلخصها؟ مودلينج سيميليشن. تمام، اعمق من هيك بدي؟ ريسبونس اعمق من هيك؟ ماشي، عم بتخرب عم بتلف حواليها، ايش هي؟ ايش هذه؟ عم بتلف حوالين شغله لها اسم واحد. كاركترستيك ايكويشن، ترانسفير فانكشن. ايوه مظبوط. ترانسفير فانكشن بحاله طبعا الاس دومين هي بتصير اعقد في حاله المالتيبل انبوت مالتيبل، يعني لو عندي سيستم نون لين، بس لو عندي هون قدرت اعبرها هي ترانسفير فانكشن. مظبوط، مش ترانسفير فانكشن بتقول لي هذا السيستم، بتعطيني فكره كويسه عن السيستم داينامكس تبعته، ومنها بطلع البولز والزيروز. مظبوط، وممكن ممكن كمان تقول لي هذا السيستم دكتور ولا له علاقه بالسيستم داينامكس، ولا في اي مشكله من ناحيه السيستم داينامكس، ولا راح افكر اصلا بالسيستم داينامكس تبعته. وهذا كمان صحيح، هذا جواب صحيح. مظبوط، في سيستمز، يعني لو عندي انا تنك المي اللي عندك في البيت اللي بيعبي مي، عارفينه تنك المي البسيط هذا اللي فيه العوامه هاي اللي حقها 4 دنانير تشتريها اللي فيها كره بلاستيكيه في اخرها، السيستم داينامكس كريتيكال بهذا السيستم ولا فيها اي كريتيكاليتي يخليه ياخذ نص ساعه ليعبي التنك ويوقف في النهايه وتطلع العوامه وتسكر المي؟ هل السيستم داينامكس كريتيكال فيه؟ لا. سيستم ثاني مثلا لو عندي ميسايل والميسايل طالع وهذا الميسايل هيت سيكينج عماله بيلحق طياره، وفي سنسر من هون وسنسر من هون وسنسر من هون وسنسر من هون عماله بتحس كميه الهيت والديفرنشال بالهيت بين السنسرز الاربعه هذول بحدد الاتيتيود، وفي عندي اكتويترز مجموعه اكتويترز، هذا السيستم داينامكس مهمه فيه؟ طبعا طبعا، كل شغله مبني على السيستم داينامكس. 100 ملي سكند ايرور، 100 ملي سكند ديلي بالسيستم، السيستم كله راح يخرب. الانفيرتد بندلم اللي شفناه المره الماضيه، سيستم داينامكس مهمه فيه؟ كله مبني على السيستم داينامكس، هو اصلا مثال على السيستم داينامكس. اذا احد الاسئله هون راح احطه انا كويستشن يو، بسال عن السيستم داينامكس لهذا السيستم. حتى لو كان ثيرمال ممكن السيستم داينامكس تكون مهمه فيه، وان كانت بطيئه. يعني ممكن السيستم داينامكس تكون مهمه حتى لو كان هذا السيستم ثيرمال، لان احنا الثيرمال لما بنفكر فيه شو من اول ما بتبادر لذهننا لما نحكي شيء ثيرمال؟ انه بطيء مش هيك، لان هيت ينتقل. لكن ممكن السيستم داينامكس حتى لو كانت في الاوردر تبع مينتس او اورز. اذا هون بنسال سؤال عن السيستم داينامكس، وهي احد الاسئله المهمه رح نسالها في هذا الكورس، ولما نيجي نصمم سيستم هي احد الاسئله اللي لازم نسالها، هل السيستم داينامكس مهم في هذا السيستم ولا مش مهم؟ وإذا مهم إيش بدي أعمل؟ إيش مفروض أرجع وأعمل؟ نأخذ المعادلات. بدي أرجع أول شيء لأي مادة برجع؟ موديلينج اند سيميليشن. بدي أطلع ترانسفير فانكشن أو بدي أطلع موديل، سواء كان طبعاً السيستم لينير ولا نون لينير، وهذا أطلع الموديل، ومن الموديل بعدين بطلع فولز إذا بدي أطلع فولز وزيروز وأكمله بالطريقة التقليدية في التصميم. إذا السيستم داينامكس مش مهم، بنسى كل موضوع السيستم داينامكس. ما في شيء غلط، مضبوط. طيب، حتى هذا السيستم إني أحركه بدنا الآن اكتويتر.
والاكتويتر وين كان هذا التعبير غريب بس ممكن الاكتويتر تكون هيتر هذا تعبير غريب بس انا بستعمله اذا هذا هون عندي هذا الاكتويتر سيستم اذا هذا الاكتويتر سيستم الاكتويتر سيستم ممكن يكون لينير وممكن يكون روتري اذا كان ميكانيكال يعني ممكن يكون عندي دي سي موتور اي سي موتور ممكن يكون عندي لينير اكتويتر يحرك بشكل في مرات بيزو اكتويترز في عندي امثله من داتا شيتس رح نطلع عليها بيزو اكتويتر الاكتويشن تبعه بيكون بالنانوميتر او المايكروميتر ستروك تبعه بالنانوميتر او المايكروميتر بحرك تحريك بسيط جدا اذا عندي هذول وبعدين هذا الاكتويتر ممكن يكون ميكانيكال ممكن يكون فلويديك هيدروليك او نيوماتيك ممكن يكون هيدروليك اكتويتر ممكن يكون نيوماتيك اكتويتر مظبوط ممكن يكون ثيرمال هاي يعني قضيه ممكن الناس يختلفوا عليها يقول الثيرمال سيستم مش ميكاترونيك سيستم خلينا نحط ثيرمال ممكن يكون اي واحد من هذول هلا هذا السيستم كمان ممكن يكون في اذا كانه ميكانيكال سيستم ممكن يكون في فيريبل سبيد درايف يسبقه راح احطه هون انا اي ماده هذا بيرتبط باي ماده ال في اس وهون طبعا انا في عندي باور سورس وشوفوا الباور سورس راح احطه على الفي اس دي اذا كان الفي اس دي موجود في عندي سورس اوف باور هلا ممكن هذا السورس اوف باور يكون كومبرست فلويد او كومبرست اير وممكن يكون الكتريكال سبلاي بس في هون باور سورس مين راح يتحكم في هذا الباور سورس ويعمل له موديوليشن ويغيره الفي اس دي اذا موجود اذا مش موجود في اس دي بدخل على الاكتويتر سيستم مباشره اذا هون راح احط كلمه باور سورس ممكن يكون الكتريكال ممكن هيدروليك ممكن نيوماتيك الى اخره اذا هذا الباور سورس بدنا ناخذ باور سورس هون اهميه هلا الدرايفز الدرايفز انا عمالي باخذ انا الكتريكال سورس وراح احط مثلا ريكتيفاير مظبوط والريكتيفاير ما راح اكتفي انها تكون ريكتيفاير ايش راح ان كنترول ايش راح اعمل فيها كنترولينج ولما بعمل فيها كنترولينج بهاي الريكتيفاير راح يتغير الافرج فولتج اللي طالع مظبوط الافرج فولتج اللي طالع رايح على دي سي موتور هون راح اغير السبيد والتور تبعت هذا السيستم كمان عندي اوبشنال ممكن احتاجه ممكن ما احتاجه عندي ميكانيكال انترفيس خليني اكتبها احيانا بكون عندي اذا كان السيستم ميكانيكال بكون في عندي ميكانيكال انترفيس ما بين الاكتويتر ايش امثله الميكانيكال انترفيسز ممكن تكون جير بوكس ممكن يكون عندي جير بوكس ممكن يكون عندي بولي ممكن يكون عندي سبروكيت ممكن يكون عندي كونفير الاشياء اللي عم نحكي عنها في ماده هتشوفوها في ماده الدرايف اذا هلا راح يطلع معي هون كمان هذا مش راح احطه خط واحد راح احطه خط عندي طبعا هون في عندي ممكن يكون سبيد ممكن يكون تورك ممكن يكون بريشر اوكي بشكل عام حسب ايش الاشي اللي بده يروح عندي من الاكتويشن سيستم اكتويتر سيستم تنفيذ عم بنفذ هذا بنفذ لي هذا بنفذ لي الافكار اللي انا بدي اياها هون من وين راح تيجيني هاي الافكار وين راح تيجيني الاوامر اللي بتقرر شو الاكتويتر من كنترول كنترولر او الكنترول سيستم رح يكون في هلا كنترولر اللي هو مخ هذا وهذه العضله هاي رح تنفذ الاوامر اللي موجوده من هون رح تنفذها وتطبقها على هاي البلانت وتحرك هاي البلانت تعمل شيء في هذا البلانت تحركه ترفعه تنزله تعمل اي شيء اذا هون عندي البلانت هون عندي الاكتويشن او الاكتويتر اكتويشن التنفيذ هون عندي التنفيذ لاحظوا التنفيذ اجى عليه باور سورس هون هاي الباور ان كنترولد مظبوط لكنها مصدر للباور في عندي مصدر للباور اجى عندي مصدر باور فري فيز سنجل فيز دي سي فوتوفولتايك اي شيء ممكن يكون هذا هون السورس اللي عندي اللي دخل على السيستم اذا ما في في اس دي طبعا هذا الفي اس دي اوبشنال مش شرط انه يكون موجود والميكانيكال درايف اوبشنال لكن لازم يكون في عندي اكشويشن لازم يكون في عندي اكشويشن ماندتري معناها اجباري اوبشنال ايش اوبشنال
اختياري. إذا عندي راح ألاقي في أي سيستم هون راح يكون عندي الباور سورس، والباور سورس بعطي للبلانك. هلا راح يطلع عندي هلا الكنترول سيجنال. الكنترول سيجنال هي القرار اللي قررته. القرار اللي قررته ايش بدي اعمل؟ بدي ارفع السيستم، بدي انزله، بدي ازيد، بدي اغير. وكمان ما راح احطها سيجنال سنجل سيجنال، راح احطها مالتيبل سيجنال. لان هون راح تيجي عندي الكنترول سيجنالز، اذا هذول راح نسميهم كنترول سيجنال او سيجنالز. وهذا هون راح يجي عندي من الكنترولر. تذكروا الكنترولر قسمين، ايش هم القسمين؟ سوفتوير هاردوير. تمام، احنا راح نميز، مزبوط كلامك كويس، بس احنا بدنا نميزهم باسم ثاني. راح اسميها الفيزيكال كنترولر اللي هي الهاردوير اللي انت بتحكي عنه، والالجوريثم. الالجوريثم اللي هو البرنامج اللي راح احطه فيها، شو اللي قررت اني اعمله. يعني هون راح اقسمهم هذول جزئين. اذا بدنا نسميها زي ما حكى محمود هاردوير، ممكن اسميها هاردوير اللي هي الفيزيكال. فيزيكال معناها حسي، حسي يعني انه اشي بقدر المسه، بقدر امسكه. مش هيك؟ بقدر امسك المايكرو كنترولر، الفيك مايكرو كنترولر، مش بقدر امسك البي ال سي، مش بقدر اشوف البي سي، بطلع عليهم. بس هدول مش هم الذكاء. وين الذكاء؟ الالجوريثم، الكنترول الالجوريثم اللي احنا بنسميها الكنترولر بالكنترول سيستم، بس بنقصد فيها مش الفيزيكال كنترولر. هذا المكان اللي بدها تقعد فيه الكنترولر، هذا المكان راح تتنفذ فيه، لكن هذا هو انا راح اسميه الالجوريثم. هلا هون الالجوريثم شطارتكم باشياء اللي راح تعملوها، زي ايش مثلا الالجوريثم حكينا؟ بي بي اي بي دي بي اي دي. خلينا احط الليد واللاج. كويس الاون اوف، جيد انك ذكرتها، بس خلينا احط الليد لاج كومبنسيترز او ليد لاج نتوركس. كمان في عندي ابسط الانواع هي اون اوف. كمان ممكن يكون عندي فازي كنترولر، في عندي نيورال نتورك كنترولر. رول بيست، شفتوا الرول بيست؟ ممكن تكون رول بيست مش فازي، مش فازي فاي، رول بيست عاديه بس. خلص بقول اذا الزاويه ما بين 1 و30 اعمل هيك، اذا الزاويه ما بين 31 و45 اعمل هيك. بس شايفين ليش احنا ما بنحبش الرولز اللي مش فازي فايد؟ انتوا احكوا لي ليش. سمعتوا ايش حكيت انا هلا؟ قلت اذا الزاويه من 0 ل30 اعمل كذا، إذا من 31 ل 45 اعمل كذا. شو اللي عملته أنا فجأة لما تغيرت من 30 ل 31 غيرت الرول؟ هل هذا طبيعي؟ هل هذا جيد؟ لا. ولذلك ليش احنا ايش بنحب؟ حب الفازي. الفازي بيعطيني هذا الانتقال التدريجي لأنه بيشبه الطريقة اللي احنا بنفكر فيها. شايفين السلكتنج سيلف سلكتنج الجوريثم، السيلف اركتنج الجوريثم اللي كان موجود في الانفرتد بندولم اللي طلع لي الارم لفوق؟ هذا احتمال كبير انه مبني على فازي فايد رولز، وهذا احد المشاريع اذا حبيتوا تشتغلوا فيها في المادة هون ممكن نشتغل فيها. نقول شو الرولز اللي بدي اعملها على اساس انا ما بدي تجيب لي الثاني عارف انه كمان هو يعني تحدي، بس انا بحكي عن التحدي الاول. هل بتقدر تكتب الرولز اللي بتخلي هذا يطلع لفوق؟ متذكرين شفتوا الانفرتد بندلم اللي كان المره الماضيه؟ كان عندي كارج، والكارج بتحرك وبحركه انا يمين شمال، ولما بحركه يمين شمال شو بيجيني فيدباك من مكانين؟ المكان الرئيسي شو كان؟ البوتنشوميتر اللي موجود عليه الانفرتد بندلم اللي هو لسه مش انفرتد، كان تحت البندلم وبدي ارفعه لفوق. والفيدباك الثاني كان يجيني من وين؟ من الكارجز اللي بتحركوا يمين شمال. شوف كيف الرولز ما افخمها لو تقعد انت تفكر في الرولز وتكتب الرولز هذه وتعملها فازيفيكيشن. بتقول اذا الزاويه صغيره كثير والسرعه عاليه اعمل كذا، اذا الزاويه كبيره كثير والزاويه والسرعه متوسطه اعمل كذا. من الرولز هاي بتجمعها بتعملها دي فازيفيكيشن، بعدين انت بتصير تحرك الكارج يمين شمال حسب وقديش طبعا بدك تحركها. كمان انت بتعمل بتقول موف فيري فيري فاست مثلا، او تو ماتش لليمين، او تو ماتش للشمال، او ميديوم. ها هيك بتبدوا تطبقوا. مين ماخذ فازي؟ تمام، يعني مجموعه منيحه منكم ماخذين فازي. حلو انك تطبق الفازي رولز اللي انت تعلمتها تطبقها في شيء زي هيك مثلا. هذا وين بده يجي؟ بيقعد هون. اذا عندي هون فازي لوجيك، عندي كمان النيورال، في نيورال نتورك كنترولرز. خليني اركز، انا بحب الرول بيست لانه الرول بيست مهمل، الناس كثير بيهملوها وفي ناس بيحتقروها، بس الرول بيست جيده ككنترول، الها اهميه. اذا الرول بيست في كل حياتنا احنا بنعمل رول بيست كنترول وبنعمل رول بيست، مش هيك؟ بنقول بنقرر اشياء معينه، اذا كان الساعه بعد 5 مثلا وانا جوعان وايش بعمل؟ على مطعم الجامعه، مش هيك؟ عندنا رولز، في عندنا احنا رولز معينه، في رولز دائما بنطبق هذه الرولز، بنقول كذا كذا، اذا بدي اعمل هيك
اذا بدي اذا صار هذا الرول وهذا الرول او طبعا بدنا نعملها فازيفيكيشن بنفس الطريقه بنعمل اذا هون عندي اذا هون هاي مجال واسع جدا للكنترولرز واذا بتطلع على الليترشر اللي منشور في الكنترول الناس بتفننوا بالاشياء هاي اللي موجوده هون بيجي باحث جديد بيعمل رساله ماجستير رساله دكتوراه بقول انا طلعت وعملت بي اي دي كنترول وعملت لها تيونينج كذا كذا ونفذتها على الانفرتد بندلم او الدبل بندلم مثلا او نفذتها على التحكم في الاقتصاد الوطني لبلد معين بالفتره هاي كانت عندي الداتا وفرجيت انه لو انه هذا رئيس الماليه تنفذ هاي مثلا واتبع الالجوريثم تبعي كان حسن الاقتصاد او نزل او هذا تمام الاقتصاد مش له موديل كمان عارفين الاقتصاد سيستم داينامكس له سيستم داينامكس زي اللي انتم تدرسوها ونفس الشيء لو انا غيرت سعر الفائده بهذا او لو نزلت كميه كبيره من السيوله في هذا راح يصير البطاله راح يصير فيها هيك بس في لها تايم كونستانت نفس الشيء نفس الشيء في موديل في موديل والناس حاولوا يطلعوا هذا الموديل يتحكم فيه زي ما انت تحكمت في الفيزيكال سيستم هو بتحكم في الاقتصاد بنفس الطريقه اذا انا عندي هذا هون كله الكنترولر هاي هي البرينز ها هاي هون كنترولر الكنترولر بشقي هالهاردوير واذا بدنا عشانها عشان محمود هي صوره اوكي وانا خليت هذا الخط عريض من هون عشان اكد لك انه هذا السيستم هو مش سنجل بابسط حالات راح يكون سنجل انبوت سنجل اوتبوت من هون هون راح يطلع عندي هلا الاوتبوتس اللي انا بتهمني في هذا السيستم وهي الاوتبوتس وعشان اللي ماخذين موديل مين ماخذ موديل كنترول وانا مخلص الموديل كنترول راح نسمي هدول راح اعتبره فيكتور واي هو واي 1 اوكي اعتبر انه عندي مجموعه اوتبوتس شو هلا ناقصني قبل ما اكمل؟ لازم اعمل فيدباك ما في سيستم، السيستمز اللي ما فيها فيدباك بسيطة جدا، في سيستمز بس السيستمز اللي فيش فيها فيدباك لازم اراقب هدول الفيريبلز اللي موجودين اللي انا بهتم فيهم اتحكم فيهم وارجعهم زي هون راح نحط سيستم داينامكس وهذه الان راح ارجعها هيك نعم بعمل فيدينج باك هلا لهدول، هذا فيكتور هاي ستيتس زي ما حكينا نفس اللي فكره المودرن كنترول اي سيستم انا بقدر اوصفه بحاله من الحالات عن طريق ستيتس لما اللي مش ماخذين مودرن كنترول لما تاخذوا مودرن كنترول انا السيستم بوصفه بستيتس ستيتس داخليه هاي في فاريبلز معينه اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 بوصف حاله السيستم في هذيك اللحظه هاي هذا ستيتس توصف لي ستيت ولذلك بنسميه ستيت سبيس ستيت سبيس سيستم بوصف فيه ستيت تبعت هذا السيستم اللي موجود هون بيطلع عندي هلا مجموعه من الاوتبوت واي عبرنا عنها بفيكتور واي هلا هدول بعملهم فيدينج باك وين بيجي هلا هون مهم؟ السنسورز والترانسديوسرز زي ايش احنا بنقيس؟ اعداد هائله اشياء هائله خلينا نحط بعض الامثله اللي ماخذين ترانسديوسرز مثلا فلو بنهمني الفلو والطرق المختلفه قياس الفلو ايش كمان؟ ليفل ايش حكيت؟ بريشر تمبريتشر بريشر تمبريتشر سبيد بوزيشن اكسلريشن ديسبيسمنت بي اتش ايش ما كان هذا هون هذا عندي طبعا هون راح نحط خط هلا خلينا نشوف وين بدنا نحط الخط احسن محل بدي احط خط ما بين العالم الفيزيائي والعالم الكهربائي راح امد هذا شوي من هون نحط الان خط بلون ثاني هذا الخط ليمين الخط ايش؟ فيزيكال العالم الفيزيائي اللي متحكم فيه فيزيكال وورلد اذا من هون بهذا الاتجاه فيزيكال وورلد العالم الفيزيائي يعني فيزيائي يعني قصدي مش كهربائي من هون هذا الكتريكال او الكترونيك او الديجيتال وورلد زي ما بدك انا في عندي تمثيل للعالم الحقيقي مثل هون في الداخل هون كل القرارات اللي بتصير كهربائيه كل السيجنالز هون مؤثره بشكل كهربائي او الكتروني والسنسر عماله بحول من هاي الجهه لهاي الجهه الاكتويتر بحول من هاي الجهه لهاي الجهه في خصائص مشتركه ثلاث خصائص مشتركه مهمه بالنسبه لنا رح نحكي عنها تشترك فيها الاكتويتر وبيشترك فيها السنسر اكيوريسي بريسيجن ريبيتابيلتي اكيوريسي بريسيجن ريزولوشن هذول ثلاثة مهمين راح احكي عنهم بالتفصيل شوي او المرة الجاية. Accuracy
بريسيجن ريزولوشن. والحلو بهدول انه بتشترك فيهم الاكتويتر وبيشترك فيهم السنسر. بس الفرق بين الاكتويتر والسنسر انه الاكتويتر بيحول من العالم الكهربائي للعالم الحسي، السنسر بيحول من العالم الحسي بيرجع للعالم الكهربائي. رح اكتبهم احطهم هدول على جنب بعدين نرجع لهم بتفصيل اكثر. رح اكتبهم هون. accuracy. احنا بالعربي للاسف بنخلط هدول التعابير مع بعض، مش هيك؟ accuracy ايش بنقول في العربي؟ دقة. precision برضه دقة. هلا precision المفروض احنا نترجمها الاتساق consistency. هلا precision كمان في بعض كتب في كثير ناس بيستعملوا كلمة repeatability reproducibility repeatability. والثالثة المهمة كمان اللي هي الريزولوشن، وكمان احنا بالعربي الريزولوشن بنقول عنها دقة. وضوح. ايش بنقول؟ وضوح يمكن للشاشة، بس بنقول بالهذا يعني انت عمال بتحكي عن الشاشة، مع انه يمكن الشاشة كمان ماشي ماشي اوكي ماشي. بعرفش اذا بتلاقوا لنا تعابير عربية ادق جيبوا لي اياهم عشان نحطهم هون بشكل احسن منها. لكن accuracy precision وريزولوشن خصائص ثلاثة مهمة. لما تطلع على الداتا شيت رح تقدر تطلعهم الثلاثة، المفروض انك تقدر تطلعهم. إذا كانوا داتا شيت محترمة لأكتويتر أو سنسر المفروض تقدر تطلع منها الأكيورسي والبريسيجن والريزولوشن. إذا هلا عندي هون صارت السنسر أو الترانسديوسر أو الترانسميتر حسب التعبير، سنسر ترانسديوسر ترانسميتر. تحول هلا هذا الفيربل رح تحول لي اياه من العالم الفيزيائي للعالم الكهربائي. هلا صار عندي هون الكتريكال ريبريزنتيشن او الكترونيك ريبريزنتيشن، هذا كمان فيكتور. الان ضل عندي بس ايش اعمل؟ هذا هون ايش رح يكون؟ فيكتور. فيكتور هو هذا المفروض. بعرفش يمكن مش صحيح اني احطه فيكتور من هون، احطه هيك انه اري يعني فيكتور مش ون فيكتور. وهذول عندي راح اسميهم يو. كمان هذا يتكون من يو 1 يو 2. بدك تدخلهم في حالات بدخلوهم على الكنترولر الاثنين، الطرح بصير معه المقارنه بالكنترولر بصير كبير. اذا صار عندي هلا هون طرحنا هذول الاكشوال، هذول الاكشوال فاليوز، هي الديزاير فاليوز من هون، هي صار عندي الايرور، دخل الايرور على الكنترولر وصار عندي الايرور الموجود في هذول. هلا كمان احد الاشياء اللي بتهمني اللي هون اف اوف اس. هلا بدال اف اوف اس انا كان الاصح اني ايش احط هون؟ احنا متعودين عليه دائما جي اوف اس، جي اوف اس اللي هي البلانت. هلا جي اوف اس طبعا عمالها بتفترض سنجل انبوت سنجل اوتبوت، اذا بدي اكون دقيق المفروض احكي عن اري. وعندي هون اذا هذا بدي افترضه مثلا اخلي اف اوف اس، رح نسمي هذا سي اوف اس الكنترولر. لكن كمان ايش لازم اخذ بعين الاعتبار؟ اذا السيستم داينامكس مهمه مش لازم كمان اطلع على الترانسفير فانكشن تبعت الترانسميتر؟ مرات بتخرب بيتي هاي، صحيح؟ يعني ممكن يكون عندي كل شيء تمام هناك، هاي الترانسميتر فيها تايم كونستنت، والتايم كونستنت تبعها 3 سكند، هي فيرست اوردر سيستم، بسيطة جدا فيرست اوردر سيستم. ايش الترانسفير فانكشن تبعت فيرست اوردر سيستم بشكل بسيط؟ كي على تاو اس بلس 1، هذه أحد الأشكال. وين التايم كونستنت هون؟ معامل اس. هذا اذا بدخل لي خرب بيتي، لانه دخل لي بول جديد، مضبوط؟ دخلت على ترانسفير بول جديد، ما بصير اني اهملها الا اذا كانت فعلا مهمله. اذا هاي تاو مثلا 1 نانو سكند او 1 مايكرو سكند، والسيستم هذا بيشتغل بالتنز اوف سكندز، الصف هذا البول وين راح يكون؟ بعيد جدا. متذكرين بالاس بلين؟ اذا عندي البلانت مثلا، نفترض البلانت هاي ترانسفير فانكشن تبعتها، وجيت انا حطيت سنسر، والسنسر هذا كان على 20 مرة هون، مش بقدر اهمل هذا البول؟ ممكن. وقتها بصير هو ما يعني ما راح يتأثر كثير السيستم بوجود بول هذا، إذا كان هذا 10 أضعاف أكبر واحد من هدول معناها تقريبا بقدر أهمله. بس
اذا لا طبعا ما بصير بدي ادخله بعين الاعتبار بده يدخل في ترانسفير فانكشن راح يضيف لي بول او زيرو حسب الهاي راح وراح يصير الديزاين للسيستم كله ككل راح يتاثر بوجود هذا الترانسفير فانكشن اللي موجود هون ولذلك بنطلع في الترانسفيوزرز بعض سيستم ممكن الثيرموكابل ايش الترانسفير فانكشن تبعته First order system وإله time constant بتراوح من 1.5 seconds ل 6-7 seconds مثلا thermocouple accelerometer مثلا الاكسلوريميتر ايش الموديل تبعه؟ second order تمام وممكن يكون under damped system والانبوت إله acceleration أو force والoutput منه displace يعني بعمل displacement لهاي إذا كني بقيس فلازم أخذ هاي الأشياء كلها بعين الاعتبار هيك احنا خلصنا في اسئله على هذا ثيرمال باور حكيت عن كل شيء كنترول سيجنلز انبوت ديزايرد طب يبقى ماشي في اسئله على هذا قبل ما نكمل